السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نشرح درس جديد، كيفية فتح متصفح تور. هذا المتصفح جديد ويقوم بفتح موقع الفيسبوك والمواقع الاجتماعية التي حجبت في العراق بسبب الأوضاع الأمنية. يمكنك الآن فتح المتصفح، منهم الفيسبوك، التويتر، يوتيوب إلى آخره. المهم شباب، هذا رابط الفيديو، احتمال انشر هذا المقطع الفيديو على اليوتيوب إذا سمح الأمر، واحتمال نشرع على بيوتوث يعني الأصدقاء له الوقارب، وأتمنى منكم تنشروا إلى أكثر من واحد حتى الكل تفتح فيسبوك ونظل نتواصل. المهم هذا الرابط مال موقع المتصفح تور، والله متصفح كلش حلو كلش عجبني. طبعا ندخل إلى جوجل، طبعا هذا الموقع الرسمي، نضغط داونلود مرة ثانية. طبعا شيء عادي الانترنت عندنا حاليا في بغداد او في المحافظات الاخرى في العراق ضعيف جدا، لكن نصبر الى ان يتم تحميل هذا البرنامج، وانصح في وضعه في فلاش او في الرام لتقوم بارساله الى الاهل والاقارب. كليك يمين مرتين عليه بيطلع لك هذي، تختار اللغة عربي انجليش فرنسي على راحتك، فارسي بكيفك. انا اختار اللغة العربية المفضلة في بلدي. اوكي، تنصيب، تنتظر شوي الى ان يتم تنصيب البرنامج. تنصيب البرنامج اكرر واقوله عن محمد ما يحتاج لان ياخذ وقت كبير، واكرر اقول الموقع الرسمي حمل من البرنامج اللي هذا الموقع فقط. ندخل الى تنصيبه، طبعا قبل ما تنصبه حيطلب منك هسه احنا نصبنا البرنامج. بعد التنصيب يقول لك اود الاتصال مباشرة الى شبكة تور، اضغط اتصال هنا، جار الاتصال بشبكة تور، يحمل حالة الشبكة. طبعا كل التصفح بهذا الموقع يكون مخفي وغير مراقب. انتظر قليلا الى ان يتم ضبط الانترنت في متصفح تور. طبعا انا سابقا كان متصفحي المميز كان فايرفوكس، والان تور. شوي ياخذ وقت طبعا الى ان يتم انشاء اتصال وهمي عن طريق حاسوبك. وارجو من كل واحد شاف هذا الفيديو واستفاد منه ان ينشره.
وأنا سويت هذا الفيديو مو إساءة لأحد، لكن إحنا شباب نحب نتواصل على الفيسبوك يعني. طبعا فتح المتصفح يعني، تهانينا هذا المتصفح معد لاستخدام شبكة تور. أنت الآن حر في التصفح شبكة الإنترنت بشكل مجهول. طبعا ندخل الفيسبوك، نكتب مختصر الموقع fb.com ونضغط انتر. طبعا مثل ما تلاحظون شباب فتح كتب ويلكم تو فيسبوك وفتح ويانا الموقع. ما اريد اسجل وانطي خصوصياتي لاحد يعني، مجرد تكتب ايميلك هنا وباسوردك هنا، او اذا مسجل الفيسبوك مالتك على رقم فونك تكتب فونك هنا وباسوردك. اتمنى الدرس عجبكم، واتمنى من كل واحد شاف الفيديو واستفاد منه اني نشره على الاقل لاصدقائه واقاربه اللي يحب يتواصلون وياه. أي استفسار راسلوني على الفيسبوك. احتمال أحط الرابط مع صفحتي يعني، مو أكيد. مع السلامة، وأتمنى الدرس عجبكم. أخوكم صفاء إحسان.